بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد مع بعض الجزء الثالث من المحاضرة الأولى اللي هي ليكتشر 1، والجزء الثالث هو جزء برمجي. والأجزاء البرمجية مهمة جدا جدا جدا، لأنها ممكن تيجي في الامتحان يجيب لك كود ناقص ويقول لك كمله مثلا، أو يطلب منك تاسك معين إنك تعمله، فلازم تكون مذاكر الجزء البرمجي. والأجزاء البرمجية دي لازم تفتح النت بينز وتشتغل معايا خطوة بخطوة، يعني اللي أنا بنفذه لازم أنت تنفذه، لان في بعض الخطوات او الاكواد البسيطه الناقصه في السلايد انا بكملها لك وبشغل لك الكود، فلما يشتغل معاك الكود مش هتنساه، لانه بيعمل مهمه معينه، بيعمل تاسك معين مفيد جدا في البرمجه، فمش هتنساه وهتحب تشغله دايما، ومش هتنساه في الامتحان، مش هيحتاج ان انت تمسك ورقه وقلم وتفضل تذاكر وتحفظ، انت مش محتاج كده، انت محتاج تطبق، تغلط، تصحح اخطائك، خلاص الكود بالنسبه لك بقى محفوظ. هناخد هنا موضوعات رئيسية زي الستريمز. الستريمز ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن انبوبة بيتبعت فيها انبوت، هنا بنبعت فيها بيانات، وفيها اوتبوت هنا بيخرج بيانات. طب بنستخدمه في ايه الستريمز؟ قالك في حاجات كتير. على سبيل المثال، لما المستخدم يكتب كلام عن طريق الكيبورد انت كده بتدخل معلومات في الستريم، تمام، ولما تتطبع على النت بينز في الاخر يبقى انت بتخرج المعلومات دي. مش لازم يكون انك تاخد البيانات من المستخدم عن طريق الكيبورد، لا، ممكن يكون انبوت فايل، انك بتدخل ملف او بتدخل بيانات لملف وفي الاخر بتستخرج البيانات من الملف، يبقى انت بتدخلها في الاستريم وبتخرجها من الاستريم. مش لازم يكون كده بس، قالك كمان ممكن ريكويستنج انترنت بيجز، انك تريكويست يو ار ال او انك تنادي على صفحه انترنت، ده برضو بتستخدم فيه الستريم. قال لك كمان ممكن السوكت بروجرامينج اللي هي البرامج المحادثه او الدردشه، لما انت بتكتب كلام عشان تبعته للمستخدم بيخش في الستريم، ولما المستخدم بيستقبله بيخرج من الستريم، ده السوكت بروجرامينج. فالتلات حاجات الاساسيه دي تعتبر مرتبطه بالستريم. في الاول، اول الخطوات اللي احنا هنعملها عشان تبقى مركز معايا، اول حاجه هناخد كلام من المستخدم من الكيبورد ونحفظه في ملف، خلي بالك. تاني حاجة هنريكوست انترنت بيج، يعني هو بيوصلك بالخطوات عشان توصل لحاجة معينة. تاني حاجة هنحاول نقرأ صفحة من الانترنت عن طريق برضو الايه الستريمز. تالت حاجة هنستخدم السوكت بروجرامينج في ان احنا نعمل يعني برنامج صغير كده يعرفك ازاي الكلاينت ممكن يكلم السيرفر وازاي السيرفر ممكن يكلم الكلاينت، بحيث ان في الاخر ده انت ممكن لو كبرته يبقى برنامج دردشة زي الواتس اب. طيب هنا بيقول لك a stream is essentially a sequence of bytes، مجموعة من البايت متسلسلة، representing a flow of data، يعني تدفق، بتمثل تدفق البيانات، يعني بيانات بتتدفق بتدخل جوه الستريم، from a source، لها source نقطة بداية، ولها destination نقطة نهاية اللي هي بيوصل لها المعلومات. وبعدين بيقول لك sources and destination include السورسز والديستنيشن، ممكن ناخد البيانات من الكيبورد، ممكن نطلع البيانات على السكرين، يبقى ده انبوت وده اوتبوت. various sorts of data files، الملفات برضو ممكن ناخد منها بيانات وممكن نبعت لها بيانات، خلاص. كمان between networked computers، بين اجهزة الكمبيوتر اللي مرتبطة بشبكة، ودي كلها برضو اللي هي ايه السورسز والديستنيشنز. بيقول لك any read or write is performed in 3 simple steps. اول حاجه بنفتح الستريم، تاني حاجه until there is more data، طالما في بيانات لسه احنا بنقراها، keep reading in read and writing in a write، يعني بنفضل نقرا طول ما في بيانات لسه بتتبعت، او بنفضل نكتب طول ما في بيانات احنا عايزين نكتبها، وبعد كده في الاخر خلاص بعد ما خلصت close the stream، بتقفل الستريم بتاعك. احيانا الثلاث خطوات دول ممكن يجوا سؤال في الامتحان، بس عموما الجزء ده اصلا متاخد من ماده قديمه اللي هي M251. طيب هنا اول حاجه بقى برمجيه احنا عايزين ناخدها، اول حاجه ممكن نعمل ملف. اول حاجه تعالى نفتح ملف نوت باد، نحاول نحفظه في السي، نشوف هيتحفظ ولا لا. ممكن نسميه aa.txt، نعمل سيف.
بيقول لك مش راضي يعني عشان الحماية اللي موجودة في الويندوز وكده. ممكن احنا يعني ننفورس كده، بس مش لازم. احنا ممكن ندخل على الدي ونخزنه هنا وخلاص. تمام. طيب تعالى بقى نفتح ويب نفتح ابلكيشن عادي اللي هو جافا ابلكيشن عادي، نقول له نيكست ونقول له تيست ستريمينج. ممكن نغير الخط من تولز واوبشنز، نكبره شويه نصغره زي ما احنا عايزين، خليه مثلا 18 بولد كوميك سانس، خليه اكبر شويه، لا خليه 18 كويس. تمام. اول حاجه هنعمل ايه؟ هنقول له فايل ماي فايل هيساوي نيو فايل، ده عشان احدد له المسار اللي انا هاخد منه الملف اللي هو الدي. وبعدين اي دوت تي اكس تي. انا كده حددت المسار اللي انا عايز اكتب فيه. تمام. بيقول لك لازم ترفع الباكج اللي اسمها جافا دوت اي او، ممكن تقول له دوت استرسك وممكن تقول له دوت فايل. طيب دلوقتي انا عملت ايه؟ انا كل اللي عملته ان انا حددت المسار اللي انا عايز استخدمه اكتب فيه او اقرا منه. لو عايز اقرا بيانات من ملف بستخدم سكانر، اما لو عايز اكتب بيانات داخل ملف بستخدم حاجه اسمها برنت رايتر كنترول مع مسطره عشان تجيبها لك بالفورمات اللي انت عايزه، اللي هو البي كابيتال والدبليو كابيتال اهي. ممكن نقول له بي ار بيساوي نيو برنت رايتر، وبعدين بتحط جواها اسم الاوبجكت ده اللي هو ماي فايل. يبقى انا كده عن طريق السطرين دول عملت ايه؟ انا كده حددت المكان اللي انا عايز اكتب فيه، واديت له يعني خدت الاوبجكت اللي هو بيدي امر الكتابه اللي هو بي ار. بس اداني هنا ايرور. اداني ايرور ليه؟ تحسبا ان الملف ممكن ما يكونش موجود. اهو قال لك unreported exception، لازم تعمل له try وكاتش او تعمل له ثرو، لان الفايل احتمال يكون not found، ممكن ما نلاقيش الفايل. فممكن نيجي هنا بكل بساطة يعني مؤقتا كده نقول له ايه throws io exception، خلاص حاش الايرور خلى ما يجيش. بعد كده افرض ان انا عايز اكتب سطر مثلا في الملف، بكل بساطة هقول له br اللي هي دي وبعدين dot println، وممكن اكتب هنا اي حاجة. ممكن اقول له br.println، يفضل println عشان تاخد سطر الواحد، انما print هيطبع لك الكلام ورا بعض. هنا نقول له اي حاجه كمان مره، يبقى احنا طبعنا سطرين. خلي بالك، تعالى كده نشغل الكود ونقول له run file. ما كتبش حاجة. ليه؟ لأن احنا ما عملناش كلوز للستريم. لازم تيجي هنا كده وتقول له بي ار، هي دي حاجة مهمة جدا وبتتنسى في الامتحان وبتنقص عليها درجة، بي ار دوت كلوز. تعالى بقى نعمل رن، جرب تفتح الملف تاني اهو. ليه؟ لأن انت لازم تقفل الستريم. شوف اهو، لازم الخطوات دي اللي احنا هنشوفها دلوقتي. اهو قال لك ستيب 1 كرييت ا فايل اوبجكت ذات بوينتس تو يور تكست فايل. يبقى انت كرييت فايل اوبجكت، الفايل اوبجكت ده اللي بيخليك تروح لمكان الملف بتاعك. الستيب الثانيه كرييت برنت رايتر اوبجكت عشان بوينتس تو يور تكست فايل، البرنت رايتر برضو اللي هتبوينت لنفس مسار الملف، لان انت بتدي لها هنا ماي فايل اللي هو ده. ستيب 2 يوز برنت رايتر اوبجكت تو رايت تكست. احنا استخدمنا البرنت رايتر في ان احنا استخدمنا معاها ميثود اسمها println عشان نكتب اي كلام. في الاخر لازم تعمل كلوز للستريم او كلوز للبرنت رايتر اهو، لازم تعمل له كلوز بالشكل ده. تمام. دي كانت اول خطوه
الخطوة اللي بعد كده هناخد ازاي نقرأ بيانات من الكيبورد من لوحة المفاتيح، وازاي نقرأ البيانات من ملف، ولكن باستخدام حاجة جديدة اسمها البفرد ريدر. هو عايز يجرأك شوية على البفرد ريدر عشان هنستخدمها بعد كده في ان احنا نحاول نستدعي URL. فتعالوا كده نعمل كومنت على ده عشان يمكن نحتاجه بعد كده نحتفظ بيه يعني، وبعدين نبدأ نستخدم الكلاس اللي اسمه بفرد ريدر. ممكن تعمل كنترول مع مسطرة بفرد ريدر اهو، بعدين تقول له بي ار مثلا او اي حاجة بيساوي نيو بفرد ريدر. تمام، احنا استخدمنا البفرد ريدر. هنعمل ايه؟ فتحنا قوسين وهنكتب هنا نيو انبوت ستريم ريدر. ليه انا استخدمت الانبوت ستريم ريدر؟ لان انا هقرأ قيمة. طالما هتقرأ قيمة هتستخدم الانبوت ستريم ريدر، مش هتستخدم الاوتبوت ستريم ريدر. فاحنا هنقرأ قيمة فاستخدمنا الانبوت ستريم ريدر، وعشان نقرأ القيمة دي من لوحة المفاتيح بفتح قوسين وبكتب جواهم system.in. انا كده هقرأ منين؟ من لوحة المفاتيح. تمام، البفرد ريدر عمل لك الكلاس اهو، وتقدر دلوقتي انك تستخدمه عن طريق ايه؟ عن طريق البي ار. بي ار دوت، دلوقتي انت عايز تقرا قيمه من المستخدم، عايز تقرا سطر واحد بس، فهتقول له ريد لاين، كنترول مع مسطره اهو. بس المشكله ان الريد لاين ده بعد ما يتقرا عايزين نطبعه، لو احنا سيبناه كده هيضيع، فالمفروض ان احنا نحطه في متغير من نوع سترينج مثلا عشان نحتفظ بالقيمه بتاعته. سترينج اس بيساوي كذا، وبعد كده عايز تطبعها للمستخدم بتقول له سيستم دوت اوت دوت برنت لين اس، بس كفايه. وفي الاخر ما تنساش تعمل كلوز للستريم، بي ار دوت كلوز. اربع خطوات او اربع اسطر. اول حاجه فتحنا الستريم وقلنا له احنا عايزين نقرا عن طريق لوحه المفاتيح، وبعد كده بدات اخد القيمه من المستخدم خزنتها في متغير اسمه اس، وفي الاخر طبعتها بس. يبقى انت لو فتحت هنا اهو مستني انك تكتب القيمه، هكتب له اي حاجه هيقوم طبع كلمه اي حاجه، يعني هو خد القيمه منك وراح طبعها بس. طيب دي الطريقه اللي احنا استخدمناها بتاعه البفرد ريدر عشان اخد قيمة من المستخدم واطبعها على ايه؟ واطبعها مباشرة. طيب افرض ان انا عايز اقرأ قيمة من ملف، اعمل ايه؟ هناخد السطر ده، بس طالما انت عايز تاخد من ملف هتقول له بقى ايه؟ نيو فايل ريدر، يعني انا عايز اقرأ من ملف، وتحدد له مسار الملف هنا. على سبيل المثال تقول له دي تيست دوت تي اكس تي مثلا، انت بتحاول انك تقرا من ملف. طيب وهتيجي هنا مثلا تقول له سترينج اس، احنا عملنا سترينج بس، وطبعا هو مش سطر واحد اللي بيكون موجود في الملف اللي عايزين نقراه، ممكن يكون موجود مجموعه من الاسطر، عشان كده بنستخدم الوايل لوب، بنستخدم الوايل لوب عشان نقرأ مجموعة من الأسطر. تعالى نفتح كمان قوس، خلينا نسمي ده ان عشان يبقى أسهل. هقول له ايه؟ هقول له اس بيساوي ان دوت ريد لاين. ريد لاين يعني اقرأ لي سطر، واستخدمت الان دي لأنها هي الريفرنس اللي هقدر من خلاله ان انا اقرأ سطر. واقوم جاي هنا اقول له لا يساوي نل، يعني طالما السطر اللي بعده لا يساوي نل خليك ماشي عن طريق الوايل لوب. يبقى الوايل لوب دي هتفضل ماشيه وشغاله طول ما الاسطر ما هياش فاضيه، يعني طول ما فيه خلاص انا لقيت سطر بعده خلاص، يبقى كمل الوايل لوب وابدا اقرا السطر ده. كل مره هتقرا سطر جديد، وطالما ان السطر الجديد ده لا يساوي نل هنعمل ايه؟ هنطبعه. طالما انت لقيت سطر والسطر ده ما بيساويش نل، يبقى روح اطبع للسطر ده اللي هو الاس، وبعدين انزل سطر بس. وفي الاخر خالص دي الوايل لوب بس، انا كل مره بقرا سطر جديد، وطالما ان السطر ده لا يساوي نل، لا يساوي نل يعني مش فاضي، خلاص روح اطبع للسطر. امتى الوايل لوب دي هتقف؟ هتقف لما يلاقي ان
في سطر يساوي نل، معنى كده ان هو خلص خلاص. نل يعني هو مش لاقي سطر اصلا. خلي بالك، نل مش معناه انه فاضي، نل معناه ان هو ما لقاش سطر اصلا، مفيش حاجه بعد كده. في الاخر خالص هنعمل ان دوت كلوز، يعني بنعمل كلوز للكونكشن. تمام، تعالى نعمل ملف جديد نسميه ايه، تكست دوت تكست اهو، تيست تيست. طب عرفنا منين ان ده تيست دوت تكست؟ ما هو انت لو دخلت على فيو ومنها اوبشنز وقلت له فيو هايد اكستنشنز فور نون فايل تايبس، لو انت شلت علامه الصح دي يبقى انت بتقول له اظهر الاكستنشن، فهيظهر لك كل الاكستنشنز بالشكل ده، فاصبحت تيست دوت تكست. تعالى كده نشغل، بس الاول لازم نحط كلام في الايه، في الفايل ده، هو مش الفايل ده، تعالى كده ننسخ شويه كلام من هنا. نروح نحطه في الفايل عشان يقرأه. تعالوا نشغل كده. لما شغل راح قرأ لك كل الكلام اللي موجود في التكست فايل. يبقى ده بيعمل ايه؟ بيروح يفتح الاستريم ويحدد الملف. وبعد كده بيبدأ عن طريق الوايل لوب انه يقرأ جميع الاسطر اللي موجودة في الملف ويطبعها على الشاشة، وفي الاخر بيعمل كلوز للاستريم. الكلام ده طبعا هتلاقيه موجود في السلايد هنا اهو. ده الجزء اللي احنا خدناه اول مره. وبعد كده عندك البافرد ريدر، وهنا اللي هو بيقرا من الكيبورد، وهنا اللي بيقرا من ملف. طيب هنا بيقول لك addressing resources on the web. resources on the web are identified using unique addresses. يعني اي ريسورس انت عايز توصل له، او اي موقع عايز توصل له، او اي ملف عايز توصل له، لازم يكون له يونيك ادرس، يعني عنوان موحد. ما ينفعش ان مثلا حد يعني العنوان ده تديه لحاجه تانية، لان انت عشان توصل لريسورس معينه لازم يكون لها عنوان محدد. This unique address is known as uniform resource locator او URL، اللي هو ده اللي هو عنوان الموقع. وده بيقول لك ان هو بيتكون من HTTP اللي هي specifies the protocol، البروتوكول بتاع ال HTTP، وعندك اسم الموقع نفسه the name of the host computer، تمام، وعندك the remainder of the URL known as the path اللي هو المسار، باقي ال URL اللي هو ده اسمه المسار. In this case it can be found in the folder stuff، يعني موجود في فولدر اسمه stuff. A subfolder of computing، هو عبارة عن فولدر فرعي من الكمبيوتنج. وعندك the name of the file، اسم الملف اسمه كذا دوت اتش تي ام. اكزامبل 2 مدي لك بقى اكزامبل 2 اللي هو ده، بس قبله اف تي بي. اف تي بي ده معناه ان هو ايه اهو، سيم از اباف بس ذا بروتوكول تو يوز از اف تي بي، ده بروتوكول نقل الملفات. يبقى في الحاله دي انا ما بستعرضش صفحه انترنت، انا بحاول انزل ملف. اكزامبل 3 برضو نفس الطريقه، بيقول لك ان جافا دي يو ار ال كلاس مي بي يوز تو كرييت يو ار ال، في كلاس اسمه يو ار ال اللي هو ده، بقدر من خلاله ان انا اكريت يو ار ال، بقول له يو ار ال وبدي له اسم بيساوي نيو يو ار ال وبحطه جواه اليو ار ال بالشكل ده، تمام. ممكن احط اليو ار ال على بعضه كده وهو هيحدد ايه هو البروتوكول، وممكن انا اعمل نفس الاوبجكت بس احدد له البروتوكول يعني في بارامتر لوحده بالشكل ده، اكتب اتش تي تي بي واكتب الموقع في الناحيه الثانيه. وممكن برضو اعمل اوبجكت يحدد نوع بروتوكول تاني زي الاف تي بي. يعني بيقول لك ان هو له ثلاث اشكال. The methods, most of the methods within the URL class get or set the various components of URL. يعني بيقول لك معظم الميثودز اللي مرتبطه بيه، في ميثودز ممكن نستخدم الاو يو اللي هو اسم الريفرنس وبعدين دوت، ونبدا نستخدم ميثود زي جيت بروتوكول او زي جيت هوست عشان نحصل على البروتوكول او نحصل على الهوست. بيقول لك ان الميثودز دي مرتبطه بيه. تمام، هنا بقى جايب لك اكزامبل ازاي نقدر نقرا السورس كود من موقع من المواقع. الكود ده انا اوريدي كاتبه، يعني عشان اختصارا للوقت هو موجود هنا اهو.
تمام. احنا ممكن نختصر دول، يعني احنا جافا دوت اي او دوت بافرد ريدر، جافا دوت اي او دوت اي او اكسبشن، ممكن نختصر دول ان احنا نقول جافا دوت اي او دوت استرسك، مش عايزين الاي او التانيين دول، وممكن جافا دوت نت دوت استرسك وخلاص كده. تمام. هنا بقى احنا عملنا ايه؟ احنا بدأنا نستخدم اوبجكت. احنا الاول عملنا هنا كونستراكتور، ده كده كونستراكتور خلاص، واستخدمنا هنا البفرد ريدر وعملنا منه حاجه اسمها فروم ويب سايت، ده مجرد اسم، ممكن تسميه حاجه تانية، ممكن تسميه احمد، سميه زي ما انت عايز، انا سميته فروم ويب سايت عشان انا هقرا عليه بيانات من ويب سايت من بفرد ريدر خلاص. وعملت هنا كونستراكتور ورحت كملت فيه الفروم ويب سايت بيساوي نيو بفرد ريدر، يعني ده مع ده يعتبر سطر واحد. وبعدين قلت له نيو انبوت ستريم ريدر، ليه؟ لان انا هاخد قيمه، هستدعي قيمه، بس مش هستدعيها من لوحه المفاتيح، امال هستدعيها منين؟ من سيلكتد يو ار ال دوت اوبن ستريم، يعني افتح لي الاستريم وهبعت لك انا يو ار ال عشان اجيب البيانات منه. هنا بقى انا استخدمت اوبجكت اسمه يو ار ال، سميته سيلكتد يو ار ال خلاص، لازم استخدم الاوبجكت اللي اسمه يو ار ال لان انا عايز اجيب بيانات من يو ار ال. تمام خلاص، هنا خلصت الجزء الاساسي. هنا بقى بدات اعمل ميثود اسمه برنت، ليه؟ عشان ابدا استدعي كل لاين او كل سطر من الموقع، ما انا خلاص انا فتحت ستريم مع الموقع وسميت الريفرنس فروم ويب سايت، ده الريفرنس اللي هقدر من خلاله، خلاص انا فتحت الموقع كده، عايز ابدا استدعي بقى السطور اللي موجوده في الموقع، فقلت له فروم ويب سايت دوت ريد لاين، اقرا لي سطر وخزنه لي في ان، وقلت له وايل لوب، طول ما ان لا يساوي نل، يعني طول ما لسه في سطور موجوده في الموقع، روح اطبع لي الان واقرا لي السطر اللي بعده، يبقى كل مره هيقرا سطر جديد وهيلف في الوايل لوب ويروح يطبع السطر، يقرا سطر جديد يلف في اللوب ويطبع السطر، يقرا سطر جديد يلف في اللوب يطبع السطر. وفي الاخر عملت فروم ويب سايت دوت كلوز، بس كلوز دي مكانها المفروض ما يكونش هنا، لان ده هيخليه يقرا سطر واحد وبعدين يعمل كلوز، امال مكانها هيبقى فين؟ مكانها المفروض يبقى هنا. امال انا ليه حطيته هنا؟ لان السلايد فيها غلطه انها حطته هنا، فانا حبيت اوري لك الغلطه، لكن الكلوز لازم تتحط بعد الوايل لوب، يعني بعد ما تقرا جميع ملفات، جميع اسطر الملف او جميع اسطر الموقع. طيب المثل اللي اسمها برنت دي انا ما استدعيتهاش، عايز استدعيها. المثل اللي اسمها برنت دي استدعيها فين؟ بروح في المين ميثود، اروح اخد اوبجكت من الكلاس واحط فيه اليو ار ال اللي انا عايزه، انا قلت له جوجل مثلا، وبعدين دبليو ار دوت برنت، بستدعي الميثود اللي اسمها برنت. تعالوا كده نشغل، راح قرأ لك سطر واحد اهو من السورس كود بتاع الموقع جوجل، وبعدها ادالك ايرور. ادالك ايرور ليه؟ عشان انت حطيت الكلوز هنا، لازم تحط الكلوز فين؟ هنا كده. تعالوا بقى نجرب، قرأ لك كل السورس كود بتاع موقع جوجل، ده الهدف من المثال بتاعنا، ان احنا استخدمنا فيه ايه؟ شوف انا قلت لك في الاول احنا كنا بنعلمك البفرد ريدر، النهارده احنا خدنا على البفرد ريدر وعرفنا ان احنا بنحط فيه نيو انبوت ستريم ريدر عشان بنستدعي بيانات، وهنا بين القوسين دول لو انت عايز تقرا من لوحه المفاتيح بتكتب system.in، اما لو عايز تقرا من يو ار ال بتكتب سيلكتد يو ار ال دوت اوبن ستريم عشان تفتح الاستريم وهكذا. طيب الكلام ده احنا ما استخدمناش فيه تراي والكاتش، احنا استخدمنا حاجه اسمها ثرو، عملنا ثرو هنا في الكونستراكتور، لان انت لو شلت الثرو دي هيدي لك ايرور، مش هيقبل اصلا، لان هيقول لك احتمال يكون الاستريم فيه مشكله، ما يكونش فيه سورس، فلازم تحط دول عشان يعملوا لك ايه؟ يعملوا لك ثروز للاكسبشن، بحيث ان لو الاكسبشن جه هيطلع هيتعمل له ثرو، يتعمل له ثرو يعني يظهر قدامك. وعملنا برضو ثرو للاكسبشن هنا، لكن المفروض ان احنا نعمل تراي كاتش. فهو في الشريحه اللي بعدها خد نفس الكود بس بدا يعمل تراي وكاتش. شوف الكود الاولاني اللي في الكونستراكتور عمل له تراي هنا، وعمل له كاتش هنا للميل فورمد يو ار ال اكسبشن، وعمل له كاتش هنا للاي او اكسبشن. وبنفس الطريقه برضو في المين ميثود، فين المين ميثود؟ يعني مش في المين ميثود، جه هنا في الميثود اللي اسمها برنت، عمل برضو تراي وعمل كاتش بس للاي او اكسبشن بس. انت لو عايز تعمل الكلام ده وتطبقه بنفسك
اهو بدل ثرو اي او اكسبشن هات لي اي او اكسبشن دي وقول له هنا تراي. تمام وكاتش حط دي برضو جوه التراي. كاتش اي او اكسبشن ممكن نسميها اي او اي اكس. وبعدين نطلع هنا رسالة انه في حالة انه ما لقاش الملف، انه في حالة ان في مشكلة في القراءة تقول له مثلا reading problem. وممكن هنا تجيب له مثلا ايه الرسالة اللي هتطلع ex.message مثلا او ex.ex بس كفاية اللي هي اي اكس دي. ده لو عايز تعمل تراي وكاتش بوري لك بس التراي وكاتش ازاي. وممكن تعمل التراي وكاتش هنا بس هنا هتعمل نوعين من الاكسبشن، ده اول نوع وده تاني نوع. طيب خلونا بقى نوقف لحد هنا وناخد في الجزء اللي بعد كده البورت والسوكت وهناخد كمان السيرفي. أشوفكم في الجزء الرابع إن شاء الله.